مرحبا بكم مشاهدينا وحلقه جديده ومن يجدها. النهارده هنبقى معاكم حلقه يوم الاربعاء، هنبقى معاكم كالعاده ساعه على الهواء من دلوقتي لغايه الساعه 5. هنتكلم في مواضيع مهمه جدا النهارده زي ما احنا متعودين. يوم الاربعاء بيبقى فيه فقرتين، الفقره الاولى بنتكلم في حاجه تخص الصحه ودي هتعرفنا عليها ميرفت، والفقره الثانيه بنتكلم عن حاجه تخص المراه قوي او تخص شعر الموضه اي نوع من انواع الاكلات اعمال فنيه، وده هنتكلم عنه بالتفصيل بعد ما اسلم على زميلتي ميرفت. ميرفت ازيك؟ اهلا بك يا سالم، اخبارك ايه؟ كله تمام. قلنا بقى النهارده عندنا ايه في الفقره الاولى؟ النهارده هنتكلم عن فقره صحيه زي ما انت قلتي، فتره الحمل. الحقيقه فتره الحمل دي بتكون معاها حاجات كتيره جدا او امراض كتيره قوي ممكن تصيب المراه الحامل. النهارده خلينا نتكلم عن تاثير الحمل على العمود الفقري. حقيقه اجدادنا دايما يقولوا لنا ان فتره الحمل دي ممكن تكشف امراض كتيره قوي ممكن الواحده تكون بتعاني منها لكن مش ظاهره عليها. النهارده هنتكلم عن تاثير فتره الحمل على العمود الفقري، والعمود الفقري خليني اقول لكم ان فعلا البطن لما بالاخص بتكبر بتاثر تاثير سلبي على العمود الفقري. بتلاقي الواحده هي مش قادره تقف، ظهرها واجعها، بتحس بالام. ازاي تتجنب المراه الحامل الامراض دي او الاعراض دي؟ هو ده اللي هنعرفه معاكم النهارده. هل هيكون ممكن بعلاج تحفظي فقط ولا لا، ولا ممكن يكون في تدخل جراحي لو هي طبعا في فتره الم شديده جدا؟ طب بعد الولاده هل برضو المراه الحامل بتؤثر او بتكون تعبانه او برضو بتفضل فقراتها وجعاها او ظهرها واجعها؟ هو ده اللي هنعرفه معاكم، وطبعا هنعرف نصايح كتيره قوي للمراه الحامل ازاي تتجنب الام العمود الفقري. هيكون معانا مين النهارده يا سالي؟ في الفقره المهمه جدا دي زي ما شرحتها ميرفت هيبقى معانا النهارده دكتور جوزيف وجيه، استشاري جراحه العمود الفقري بالمانيا. والحقيقه ان دكتور جوزيف فعلا من اكثر الشخصيات اللي ليها خبره كبيره جدا في موضوع العمود الفقري، فطبعا بعد شرح او بعد ما ميرفت ادتنا فكره عن الفقره دي هيبقى فعلا هو اكثر شخص ممكن يعرفنا اكثر عن الموضوع ده. بس عارفه يا سالي، انا نفسي بس انوه واقول يا جماعه اللي عنده مشكله في العمود الفقري يا ريت يتصل بينا في الفقره على الهواء. بس يعني حابه اقول ان المشاكل الخاصه بالعمود الفقري مش اي مكان تاني في الجسم، لان يعني انا مره كنت بتكلم مع دكتور جوزيف راح بيقول لي ان احنا عندنا في المانيا كل عظمه ليها دكتور. يعني طبعا ده تعبير مجازي، لكن هو فعلا كل مكان في الجسم هو ليه دكتور متخصص. فاللي عنده مشكله في العمود الفقري يا ريت يشاركنا بيها النهارده. معانا هيبقى معانا في الفقره الثانيه زي ما قلت في بدايه الحلقه النهارده انه هيكون معانا عمل فني النهارده او حاجه ليها علاقه بالاعمال الفنيه. هيبقى معانا ضيفه يمكن هي اول مره تشرفنا في من يجدها، هتتكلم عن مشروع هي فكرت فيه علشان تعرف توصل فكره معينه للاطفال ازاي يتعلموا من خلال الاعمال التنشيطيه والانشطه طول الوقت، لان كلنا عارفين انه الحاجات اللي طول الوقت بتتعمل بالايد بتفرق كتير قوي مع الاطفال. كل ما الطفل بيشتغل بايده اكتر وكل ما الطفل بيشوف انه الحاجه بتتعمل ازاي وهو بيشارك فيها الموضوع بيثبت عنده اكتر وبشكل كبير جدا. وبعد فترة طويلة الطفل ده بيبقى نموه العقلي أسرع لأنه إيده اشتغلت أكتر، فده هيبقى حاجة مهمة جدا. المشروع بتاعها النهاردة يعني هي سميته أو هو اسمه وازو. احنا عايزين نعرف الاسم ده معناه إيه، بيتكلم عن إيه، ممكن يفيد الأطفال في إيه، يتنفذ إزاي، ينفع يتنفذ جوه البيت ولا بس في مراكز تدريب خاصة بالأعمال الفنية عند أو للأطفال. ده اللي هنعرفه النهاردة من ضيفتنا. مين يا ميرفت؟ هتكون معانا صاحبة مشروع وازو، هتكون معانا الأستاذة سيمون زكريا مصممة أعمال فنية. هنطلع لفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل، هنتكلم عن تأثير الحمل على العمود الفقري. خليكم معنا بعد الفاصل. النهارده في سلسله هاو تو بي ليدي انا حابه اعرفكم على طريقه السلام المظبوطه
علشان دي زي ما اتفقنا ان هي مهمة جدا بالذات في الانطباع الاول. فدايما الناس بتحكم علينا زي ما اتفقنا من طريقة سلامنا، طريقة دخلتنا، طريقة مشيتنا، فدي نقطة مهمة جدا. طريقة السلام في ان انا ابين ان انا ليدي. لو اتكلمنا على طريقة السلام المظبوطة، بنقول اهم حاجة في السلام ان انا واقفة في مسافة مناسبة ما بيني وما بين اللي قدامي، في اي كونتاكت، مهمة جدا نظرة العين للعين، لان دي فيها احترام للشخص اللي قدامك. يعني انا عاوزاكم تتخيلوا لو انا واقفة مثلا وبسلم ومدية اللي بسلم عليه ظهري او مودية عيني في اي حتة تاني، دي ما بتدلش على احترامك للشخص. فدي من النقط المهمة جدا اللي بيتحكم عليها، في انت بتحترم اللي قدامك وبتحترم برضو نوع منه باحترام النفس، انك انت انا بتصرف تصرف مظبوط، ان انا عيني في عينك، دي بنقول عليها بارت منها من لغة الجسد او اي كونتاكت يعني. فبنقول بتبقى في عين عين في عين، وبيبقى في ابتسامة لطيفة. مهمة قوي الابتسامة اللطيفة اللي بتعبر عن ان احنا مبسوطين باللقاء. الابتسامة دي مهمة جدا في وقت ما انت بتسلم على حد، علشان الناس تحكم عليك من، يعني في ناس تبقى مدية مش مدية اهتمام خالص للي قدامها وهي بتسلم عليها، فدي بتحسسه انك انت مش مبسوطة انك انت بتسلمي عليه. لكن لو في ابتسامة لطيفة رقيقة، ما بنقولش ضحكة، لان برضو في فرق ما بين الابتسامة والضحكة. الابتسامة بتاعت الليدي، لكن الضحكة لازم تكون في مكانها، ما بينفعش ان انا اضحك على اي حاجة، لكن الابتسامة بتدي راحة وانطباع انك انت شخصية لطيفة، الناس هتحب ان هي تتكلم معاكي وتتعرف عليكي. بنقول في طريقة السلام المظبوطة في حاجة اسمها الويب تو ويب. الويب اللي هي الحتة دي، ما بينفعش ان انا ايدي تبقى، لازم اسلم بايدي كلها مش بطرف ايدي، لان طرف ايدك برضو بيحس اللي قدامك ايه، انت قرفان مني ولا ايه، فدي نقطة مش حلوة. فمهم قوي ان انا اخد بالي وانا بسلم الويب تو ويب. واحنا هنشوف مع بعض دلوقتي مجموعة من طرق السلام اللي مش مظبوطة، وبعد كده هنرجع نصلحها. يعني كتير دلوقتي من الشباب وهم بيسلموا بتلاقي خبطة الايد على الايد، دي طريقة مش مظبوطة في السلام. يعني احنا في وسط اصحابنا اوكي، انما دي مش طريقة مظبوطة ان تدي انطباع لطيف عنك. في ناس بتسلم بتبقى ماسكة طرف الايد، طرف الايد دي شكل مش مظبوط في السلام. في ناس في وسط السلام تلاقيها وهي معدية كده من غير، احنا اتفقنا ان نظرة العين في العين اللي هي الاي كونتاكت دي من النقط المهمة جدا في السلام. ففي ناس وهي ماشية تقوم خبطة ايدها ووشها في الجنب التاني وماشية، فدي ده اسلوب مش لطيف في ان احنا بنسلم بيه. احنا دلوقتي هنبين طريقة السلام المظبوطة. زي ما اتفقنا ان اهم حاجة احنا بنقف وقفتنا الحلوة والظهر مفروض، لان احنا بنتفق ان الظهر، فردة الظهر وكتافي الورا وشفطة البطن والفردة اللي هو بنقول عليها بوستشر مظبوط، ده مهم في كل تحركاتنا، في طريقة سلامنا، في طريقة قعدتنا، في طريقة مشيتنا. البوستشر ده مهم جدا في كل تحركاتنا، لان بيدي ثقة عالية بالنفس. لو انا جاي هسلم على مارينا دلوقتي، همد ايدي، بيبقى في مسافة بيني وبينها مظبوطة، وفي الاي كونتاكت اللي اتفقنا عليها، نظرة عيني في عينها، والابتسامة الرقيقة اللطيفة اللي دايما الليدي بتبقى مرسومة على وشها وهي بتقابل الناس عشان تحسسهم ان هي لطيفة. كنا بنقول الويب تو ويب، ان هي لازم الحتة دي تلمس الحتة دي عندها، لازم الايد بالكامل تبقى ماسكة، وبعدين بنهز هزتين او ثلاثة. احيانا لو هو اول مقابلة بقابلها انا بسلم، واحيانا بعرف نفسي، انا فلان الفلاني مثلا، انا ميري ويلسون، بعرف نفسي في وسط ما انا بسلم وخلاص، نبقى احنا كده عملنا السلام بتاعنا. فمهم قوي
طريقة سلامي تبقى بطريقة مظبوطة، العين في العين والابتسامة اللي مرسومة على الوش عشان تحسس الناس إن هي إن إحنا مبسوطين بلقائهم. فدي من النقط المهمة جدا في الحكم على أولا في الانطباع الأول، دي بتبقى مهمة جدا. ثانيا في الحكم على الليدي بيتحكم عليها زي ما قلنا في كل النقط، المشي ووقفة وطريقة السلام، طريقة القعدة، الجمال الداخلي اللي اتكلمنا عليه قبل كده. فنقطة السلام دي نقطة مهمة قوي في ان احنا نعبر عن نفسنا. برحب بحضراتكم مرة تانية. كلنا متفقين ان المرأة الحامل بتعاني من بعض الأمراض، وفي أمراض كتيرة أو ممكن ما تكونش بتحس بيها قبل فترة الحمل، وبنلاقيها بتحس بالأمراض دي أو بالأعراض دي في فترة الحمل. طبعا بتختلف من سيدة الأخرى، لكن معظم السيدات بتعاني من ألام في الظهر. طبعا ده بسبب الحمولة أو الوزن الزائد اللي بيكون عبء على الظهر. خلونا النهاردة نتكلم عن فترة الحمل وبالأخص عن آلام الظهر في هذه الفترة مع ضيفنا اللي بيشرفني جدا، دكتور جوزيف اسكندر استشاري جراحة العمود الفقري بألمانيا. أهلا بحضرتك، نورني. دكتور جوزيف، يمكن في البداية قبل ما نتكلم عن الآلام الخاصة بعمود الفقري في فترة الحمل، خلينا نتكلم عامة إيه اللي ممكن يتعب. بنلاقي معظم السيدات بتشتكي وبتقول أنا ظهري بيوجعني، أنا لما بقعد كتير بتعب، لما بقف كتير بتعب. يا ترى إيه اللي ممكن بيسبب الآلام دي بالنسبة للمرأة، المرأة عامة يعني؟ يعني طبعا هو الالام دي مش للمراه بس، طبعا لكل الناس، لكن احنا عشان بنتكلم في برنامج خاص بالمراه، بالنسبه اشهر الاسباب اللي هي مش لازم كلها تكون ليها علاقه بالعمود الفقري مباشره، يعني ممكن في بعض الناس من نتيجه دور برد بسيط بيحصل معاه احيانا بيبقى في الم في العضلات كله بصفه عامه، فممكن يكون دي من اشهر الاسباب العامه يعني. لكن غير كده الوزن الزياده، لان ده بيبقى حموله على العمود الفقري شويه، فبيأثر زي بالظبط لما يكون عربيه راكب فيها اربعه وعربيه راكب فيها واحد طبعا. فالكفاءه بتبقى بتختلف شويه والالم بيزيد شويه لما يكون الوزن زياده يعني. هو الرجل بيكون عرضه اكتر لالام الظهر ولا المراه؟ يعني هي بتختلف، يعني بنشوف الاثنين طبعا بسبب ده شغلنا، فبنشوف الاثنين مفيش نسبه معينه، لكن طبعا بالنسبه في الوزن الزياده سواء راجل او مراه بنلاقي ده او ده بيكون يعني الفيصل هو الوزن الزياده. الوزن بالنسبه هو اساس بشكل 90% في الموضوع يعني. تمام، ايه تاني غير الوزن الزائد؟ في كمان التاكل اللي بيحصل عندنا مع في الفقرات، ده من اشهر الاسباب. التاكل ده بيبدا عند كل واحد فينا زي ما بيحصل في مفاصل الحوض ومفاصل الركبه، بيحصل عندنا برضو تاكل في فقرات العمود الفقري. ده مع تقدم السن ولا ملوش دعوه؟ التاكل بيبدا عندنا بعد اكتمال سن النمو في بدايه العشرينات. في ناس بتظهر أعراض عندهم في الثلاثينات، في ناس بتظهر في الأربعينات، وكل ما بنكبر بتزيد التآكل طبعا، زي بالظبط الشعرتين اللي بيبقوا موجودين حتى لو صبغناهم هم موجودين برضو، موجودين مش هيروحوا يعني. لكن حياتك بتقولي من أول العشرينات ممكن بيبتدئ، لكن ما بيظهرلوش أعراض غير في بعض الحالات، لكن في الجسم كله بيبتدي البداية بعد اكتمال سن النمو، لكن مش لازم يبقى فيه أعراض يعني. طب خلينا نروح بقى لفترة الحمل، هل كل امرأة حامل بالضرورة تحس بألام الظهر؟ معظم النساء الحوامل بيشتكوا طبعا في مراحل معينة، وخصوصا في شهور الحمل الأخيرة بالذات بيبقى من ألام الحمل وألام الظهر اللي هي في أسفل الظهر باستمرار. إن حد ما يشتكيش من ألم ظهره الصراحة قليل قوي يعني، ده بقى شيء طبيعي قوي في أثناء الحمل، ومعظم الستات عارفة ولقينا الوعي متقدم جدا إن هو في ألم موجود يعني. هو الألم بشكل معين، لكن في ألم طبعا في جزء منه مرضي، لكن في ألم اللي هو الجزء الفسيولوجي اللي بيحصل لكل الحمل يعني. عندكم في ألمانيا نفس الألام كده، نفس السيدات نفس الشكوى بنفس الطريقة زي عندنا في مصر ولا بتختلف؟ نفس الجسم ونفس اللي ربنا عمله يعني. هل الحمل بيسبب ممكن تقوس للعمود الفقري ولا لا؟
طبعا هو لما نرجع لاسباب الالم اثناء الحمل بنلاقي ان طبعا ان في عندنا بيبقى في المراه بتبقى اللي قدام بطنها بتكبر والوزن بيزيد. لكن هو في الاول حاجه مفرحه في الموضوع الالم ده، معناها ان ده خبر مفرح ان البيبي بيكبر، دي اول حاجه. إذا يعني ده يعني اي واحده تتعب خلاص اطمن ان في طبعا هي حامل. طبعا فهي حامل، ان ده معناها انها بتتعب، ده معناها البيبي بيزيد وزنه وبيزيد حجمه. تمام. وان دي خبر الى حد ما مفرح يعني. لكن ايه اسبابه؟ الحاجه الاساسيه اول سبب مهم ان نتيجه التقوس اللي بيحصل وان بنمشي لقدام، احنا في ربنا عمل لنا حاجه اسمها اللوردوزس، تقوس ده مش مرضي، ده تقوس عندنا بنسبه درجه معينه بتبقى موجوده فاثناء الحمل، التقوس ده بيزيد شويه اثناء الحمل، فبيبقى الجاذبيه الارضيه اختلفت، واختلف معدل الجاذبيه الارضيه على السنتر بتاع الظهر. الاول هي كان السنتر مثلا في زاويه معينه، دلوقتي الشد بقى لتحت في الزاويه زادت شويه. ده أشهر سبب اللي هي الجاذبية الأرضية أثرت على حرف السي. تاني حاجة الوزن اللي بيزيد، لكن في طبعا وزن عن وزن بيفرق أثناء الحمل. تمام. بالنسبة هي بتبقى المفروض متابعة مع دكتور النساء، ده أهم دكتور يبقى معاها ويبقى شايف هو وزنها واللي مسموح لها في كل شهر كام كام كيلو او كام، هم بيحسبوا، في ناس بتحسب بالرطله او بالكيلو. تمام. على حسب ما الدكتور النساء بيبقى ماشي معاها في الحمل يعني. أشهر شيء تاني التغيرات الهرمونية اللي بتحصل دايما أثناء الحمل. لأن دايما بيبقى في هرمونات بتزيد وفي هرمونات بتقل فبتأثر، والهرمونات دي دورها إنها بتخلي الأربطة والمفاصل الموجودة في الحوض إنها تبقى أكثر ليونة وأكثر سهولة، عشان لما الطفل ينزل في الحوض تقدر تتفتح الحوض، ويبقى الحوض يبقى مساحته أوسع، فبيبقى في عدم إحساس بعدم الثبات خصوصا في المشي وفي منطقة الحوض. السبب علشان كده بنلاقي المرأة الحامل تلاقيها بتمشي مشية البطة، مشية البطة مشية البطة هي بالعربي، بسبب ليونة ومرونة بتاعت الفقرات. مش الفقرات، الأربطة اللي موجودة، الأربطة اللي ماسكة في الحوض بصفة عامة. وطبعا العضلات نفسها بتبقى بتتأثر لأن الدنيا كلها بتوسع، فحتى العضلات اللي جنب العمود الفقري هي كمان بتبقى مشدودة ومن التحميل ومن الهرمونات اللي حصلت دي كلها. تمام. في جزء مهم ما ننساهوش برضو، هي الحامل عندها ستريس برضو، ما هي مضغوطة. مضغوطة أولا، بتبقى هي حتى لو ست ربة منزل أو ست موظفة أو كده، هي عندها ضغوطها اليومية بالإضافة للأعباء اللي هي أعباء الحمل. فالجزء الستريس ده بيأثر بصورة كبيرة جدا. تمام. طب ازاي بقدر المستطاع المرأة الحامل او السيدة الحامل تقدر تتجنب الاعراض دي او الالام دي؟ مش هنقول ان هي مش هتحس بيها خالص، لكن على الاقل تحس بشكل مقبول، ما يكونش الام شديدة جدا. هل في حاجات ممكن تخليها تستحمل الالام دي او تكون الالام خفيفة؟ هي طبعا موضوع انها تتجنب دي صعب، لكن هي على الاقل لازم في نقطة اللي هي حتى وبينصحوا بيها دايما ودكاترة النساء قالتها كذا مرة، علشان اولا يعني ده طبعا موضوع تاني ان الطفل ينزل ويطلع والكلام ده كله، ده دكاترة النساء طبعا بتتكلم في الموضوع ده كتير. لكن لا ينزل ويطلع يعني ان البيبي ينزل في الحوض في الوقت الاخير، الراس نفسها تنزل طبعا، ده مش مجالنا في الكلام. لكن ده مهم بالنسبه لنا المشي من ناحيه الظهر، ان احنا بنتكلم فيه انه يقوي العضلات الموجوده في الظهر. تمام. ولكن برضو مع استشارة دكتور النساء دي أهم حاجة يعني. معظم من الشهر الكام ممكن تبتدي تمشي؟ احنا بنسمع في أول 3 شهور ما تعمليش مجهود كبير علشان البيبي ما ينزلش أو كده، لكن المشي اللي حياتك بتنصح بيه وطبعا باستشارة دكتور أمراض النساء المفروض يكون من الشهر الكام؟ طبعا المشي ده من أول يوم عادي جدا. لأن هو لما تبتدي تتعود تمشي وهي خفيفة هتقدر تمشي بعد كده، ولكن طبعا لما يكون ما فيش مشاكل ومش ممنوعة من المشي، ده مش مجهود، المشي ده مجرد مشي من بدون مجهود يعني. لكن لما يكون في ناس مثلا بتبقى عندها مشاكل في حملها، طبعا دكتور النساء ده اوردر ما تتحركش وتنام على ظهرها، ده ما بنقدرش حد يتكلم فيه طبعاً. انا بتكلم عن الحمل الطبيعي اللي ماشي بتسلسل طبيعي وبدون يعني تمشي عادي من اول يوم، تمشي عادي من اول يوم طبعا بيبقى في الم، لما لو كسلنا مش هنقدر نمشي خالص. في بعض التمرينات اللي ممكن السيده الحامل تقدر تقوم بيها اللي هي تقوي الاربطه اللي هي طبعاً. اللي حياتك قلت ان هي ممكن يحصل لها ليونه في الاخر، طبعا في اخر فتره بالذات بتتعلم، بيعلموها دايما في قبل الولاده ازاي ان هي النفس تبقى عامل ايه، تضغط ازاي، تمشي ازاي،
واهم حاجه كمان في اثناء الحمل هي في سواء الست الموظفه او الغير موظفه، معظمهم بينزلوا بيمارسوا حياتهم الطبيعيه في البيت وينزلوا يشتروا طلباتهم، ما ترجعش وهي شايله طلباتها في من الشغل او من غير الشغل شايله كله مثلا على ناحيه واحده او شايله 30 40 كيلو في ايديها، يعني غير ده ايه يا دكتور؟ لا خطوره طبعا، ده كله تحميل على الظهر وتحميل على، مش عاوزين نعمل مشاكل في حاجات تانية يعني. فيفضل ان هي الاوزان طبعا ما تبقاش الشيل تقيل، ده اهم نقطه، وتكون مقسماهم يعني شويه في الايد دي وشويه في الايد دي عشان يبقى في بالانس طبعا في الموضوع. في نزولتها وهي نازله من السرير بتبقى محرسه، ما يبقاش السرير واطي قوي لان هي جايه نازله بتبقى مشكله، لازم رجلها تكون مفروده وتقعد شويه قبل ما تقوم. وبالاضافه كمان ان هي وهي نايمه الاحسن الاوضاع المناسبه تنام على جنب، وممكن تحط مخده بين رجليها او تكون تانية رجل من رجلها تحتها، يعني في كذا وضع ممكن تريح فيه. ده بيبقى مريح اكتر للعمود الفقري؟ بيبقى مريح ليها اكتر للالم بالنسبه لها. للالم يعني لو بتحس بالم، لكن لو ما بتحسش بالم عادي طبعا براحتك تنام بالطريقه اللي تريح، زي ما بيقولوا نام على الجنب اللي يريح طبعا يعني. تمام. طب الوضع الامثل للمراه او اللي هو بيخفف الام الظهر، وهي قاعده بتتعب اكتر ولا وهي واقفه؟ المعظم بيشتكي طبعا من القعده فترات طويله. القعده فتره طويله مؤلمه للحامل وللمش الحامل، يعني افضل الاوضاع اللي هي الواقف والماشي، لكن في طبعا ناس من كتر الالم ما بتقدرش انها تمشي او تقف فترات طويله، فيفضل يبقى في بالانس في الامر، يعني مش نايم على طول الا لو في طبعا اوردر من دكتور النساء، يعني مش نايم على طول وفي نفس الوقت ما يبقاش واقف باستمرار فترات طويله ويجي في الاخر اليوم يلاقي الم شديد بسبب الوقفه. لازم يبقى فيها اعتدال يعني، يبقى الامور معتدله شويه في الموضوع ده. تمام. طب دكتور لو في فتاه هي بتعاني اصلا من مشاكل كبيره في العمود الفقري قبل الجواز طبعا، وجت الفتاه دي تزوجت وفي فتره الحمل، هل دي بتبقى لود عليها اكتر او بتحس بالام اشد من الانسانه العاديه اللي اصلا ما كانش عندها مشاكل قبل الزواج؟ طبعا اللي بيبقى عندهم مشكله في الاول بيعانوا الى حد ما بالالام دي لانها بتزيد وبتزيد الوزن غصبا عنها. لكن زي ما قلت زياده الوزن طبعا يفضل ان هي تبقى بتتابع مع دكتور النساء بتاعها عشان يشوف هل الزياده دي طبيعيه ولا مش طبيعيه. تمام. لكن الى حد ما اللي بيبقى عنده مشكله قبل الحمل وكده بيبقى غالبا المشكله بتبقى مستمره يعني معاه اكيد. لكن في حالات يا دكتور ممكن تنصح السيده دي تقول لها لا ما بلاش انجاب لان هتتعبي جدا؟ طبعا هي دي صعبه جدا ان حد يقول كده، لكن هل في حالات معينه بيكون مثلا عندها تشوه في العمود الفقري، عندها مشاكل جامده ممكن تمنعها من الانجاب ولا دي صعبه؟ لغايه دلوقتي مفيش حالات خالص بنقول لهم حاجه زي كده. وحتى اللي عندهم الاعوجاج وحرف الاس اللي هو الموجود بيه السكوليوزس دايما بتيجي البنت الصغيره ومعاها مامتها او مامتها، دايما بتبقى ده اول سؤال، هل هي في المستقبل هتقدر يبقى في حمل او ولاده او كده؟ كلهم بيقدروا يجيبوا حمل سواء عملت عمليه او ما عملتش عمليه، بيبقى الامور بتمشي طبيعيه جدا بعد كده. طب العلاج في الوقت ده يا دكتور بيكون علاج تحفظي؟ يعني في كريمات، في اي حاجه ممكن تقلل من الالم ده، ولا لازم يكون مثلا تابلت او اقراص، ولا احيانا بتحتاج، انا برضو سؤال ما اعرفش يعني، هل في وقت الحمل ممكن تحتاج لتدخل جراحي ولا دي بتبقى صعبه؟ طبعا هي نسبه 1% فقط اللي بيعاني من مشكله مرضيه غير الالام اللي هي الفسيولوجيه العاديه، مشاكل مرضيه زي انزلاق الغضروفي او كده اثناء الحمل، ودي حالات نادره جدا جدا ودي نسبتها 1% زي ما قلت. تمام. لان طبعا دي التدخل فيها مشكله، لان احنا في التدخل الجراحي بننوم العيان على بطنه. تمام. طب هينام على بطنه ازاي اثناء الحمل؟ ممنوع تماما. يعني في بعض الناس ممكن تقول ينام على جنبه وكده، طبعا التخدير اصلا مشكله في اثناء فتره الحمل بيبقى تخدير مخصوص. فالحمد لله الحالات دي قليله لنادره جدا، لكن بتحصل بس يعني زي ما قلت لحضرتك 1%. وطبعا دي عشان بتتشخص بتبقى بتحتاج برضو مجهود شويه، لان مش كل الم موجود في الظهر ده معناه ان في غضروف. تمام. بيبقى ليه نظام معين التاني، هل الالم واصل للرجل لغايه فين؟ لغايه الصباع ده ولا لغايه فوق الفخذ بس؟ يبقى لكن مش كل واحده في فتره الحمل حست بالم في الظهر تفكر ان في انزلاق طبعا يعني. تمام. بس هي الفكره بقى ان هي في حاجات اللي هي الحاجات الخطر اللي قلنا عليها، اللي زي عدم التحكم مثلا في البول او البراز،
ان الالم في سقوط رجل في سقوط رجل دي الحاجات دي المهمه طبعا لازم الوقت ده بقى بيكون التدخل ازاي؟ يعني لو السيده حامل ولازم وعندها الاعراض الخطيره دي اللي هي لازم في يكون في تدخل جراحي، المفروض دي يكون العمل يعني معاها هي المشكله من صعوبتها بنحاول بقدر الامكان ما نقومهاش طبعا على بطنها، لو افترضنا ان في تدخل جراحي بنحاول نعمل عمليه في وضع اللي هي نايمه على جنب، ودي طبعا صعبه جدا صعب لانها مش روتينيه وبتبقى مشكله، يعني مشكله في كل حاجه بالنسبه لنا وبالنسبه للتخدير وفي كل حاجه، والحمد لله ما بنشوفهاش كتير يعني من حظنا كمان احنا يعني. تمام، طب احنا معانا تليفون من استاذه ناديه من هنا. الو الو ايوه مساء ايوه حضرتك معانا، اهلا بيك يا استاذه ناديه. اهلا وسهلا، اتفضلي. ممكن اكلم الدكتور زياد؟ دكتور مع حضرتك، اتفضلي. انا دكتور عمري 70 سنه، قلبي بياخد روس من 10 12 سنه كده تقريبا. دلوقتي مش قادره امشي خالص كده، يعني بمشي بسيط خالص خالص، وفي النوم بنام بالليل وألم في رجليا، مشط رجليا وركبتي. تمام، تحب تسألها أي سؤال يا دكتور؟ يعني عملت رنين مغناطيسي قبل كده ولا ما عملتش؟ عملتي رنين مغناطيسي؟ عامل رنين مغناطيسي، عندي انزلاق غضروفي دايس على العسل. والمشكلات ما بقتش دلوقتي مؤثرة يعني زي الأول، والعمر 70 سنة وخاف ما أعمل عملية يعني. خايفة تعملي عملية؟ تمام، طب أنا بشكرك جدا يا أستاذة نادية. هو طبعا بالنسبه للانزلاق الغضروفي ده ممكن يحصل في اي سن وفي اي مرحله، لكن هي المشكله هي بتقول انها 70 سنه، طبعا 70 سنه لكن صوتها واضح ان هي الامور كويسه والامور مستقره يعني. صوتها اصغر من سنها. طبعا هي ده يعني. لكن حتى لو 70 سنه ما هو في 70 سنه و80 سنه بيعمل عمليات مثلا في القلب او عمليات في الكبد، فدي برضو نفس الموضوع يعني، في ما دام العلاج التحفظي ماشي والامور بتتحسن نستبعد موضوع العمليه، لكن طبعا اللي بيقرر اذا كانت المريض هيعمل عمليه او لا في الاخر بدكتور التخدير هو اللي بيشوف. معظم الناس بتقول انا عندي ضغط وسكر والقلب والكلام ده، لكن بنقول ان حتى المريض القلب هو كمان بيخضع للتخدير يعني في مرحله يعني، فدي طبعا تحت يعني استشاره يعني طبعا. لازم استشاره قبلها يعني. بس هي بتقول انا خايفه من العمليه. طب هي الخوف ده طبعا صعب علاجه يعني، هي دي دي مشكله ليها هي. لكن حاله الاستاذه ناديه لازم تدخل جراحي؟ لا انا مش متخيل الوضع عامل ايه، هو طبعا باكيد تستشير الدكتور العظام او العمود الفقري اللي متابع معاها وتستشيره يعني. طيب خلينا نرجع بقى لموضوعنا والسيده الحامل، هل بعد لو واحده يعني او سيده حست بالام في فتره الحمل، هل بعد الولاده برضو بتستمر معاها؟ يعني احنا بنسمع مثلا ان في سكر حمل، احيانا الناس بعد الولاده بيستمر معاها وناس تانية خلاص هو فتره الحمل وخلاص. الوضع برضو بيبقى بنفس الطريقه بالنسبه للعمود الفقري ولا الدنيا مختلفه؟ بالنسبه طبعا في ستات كتيره بنسمع منهم الكلمه دي، انا بعد الحمل ما اتحسنتش، الالم فضل موجود بعد الولاده، بعد الولاده وانتهاء فتره الحمل يعني. دي طبعا مشكله لانها في الفتره اللي هي ما قبل الولاده خصوصا الشهور الاخيره حركتها كانت قليله وما تعودتش انها تعمل اكسرسايزز كويسه وكده. من ضمن الحاجات اللي بننصح بيها كمان في بعض شهور الحمل الاولانيه تحت اشراف وتحت سؤال برضو دكتور النساء، السباحه دي النادرة جدا لما بنلاقي واحدة ست بتعمل الموضوع ده، صعب في كل الدنيا. لكن دي من الحاجات المهمة جدا لآلام الظهر، وخصوصا بعد الولادة بتحتاج ان هي بعد ما بتنتهي فترة الولادة بتحتاج ان هي برضو ترجع لتمارين والمجهود الرياضي والمشي والاكسرسايز دي علشان العضلات اللي كانت ضعيفة والحاجات دي ترجع تاني لوضعها. لكن اللي بيستمر مع الألم معظم الناس اللي بيكون الى حد ما عندهم خشونة موجودة من الاول في الظهر او زادت اثناء فترة الحمل، فده يفضل بننصحه بعد ما الامور تستقر وخلص موضوع الحمل والولادة ان هو يعرض نفسه على الطبيب، احتمال يطلب منه فحوصات او اشعاعات تاني تتعمل لو استمر الالم. تمام، معانا مريان من اسكندريه. الو. ايوه مساء الخير. مساء النور، اهلا بيك يا فندم. ممكن اكلم الدكتور؟ مع حضرتك، اتفضلي سؤالك. انا كنت قلت بقالي 11 شهر. 11 شهر. مش عارف، كنت واخده من ساعه ما ولدت وانا ده وجعني قوي. ورجلي من عند سمنت رجلي وجعني قوي، كنت عايزه اعرف يعني تاثير الابره ولا تاثير الابره؟ انت خدتي ابيديورال؟ ابره بنجلس في الظهر. هي الابيديورال.
طيب انت حاسه ان ظهري وجعني جامد قوي، بعد اوطي اعمل اي حاجه بيوجعني جامد قوي. طب كان في الام في وقت الحمل، في فتره الحمل كنت بتحسي بنفس الالام ولا زادت بعد الولاده؟ لا ما كانش عندي وجع ظهر ولا اي حاجه في الولاده، كان الحمل حلو بس كان ما خدت الابره والوجع زاد عليا قوي. طب تحب تسألها سؤال يا دكتور؟ لا خلاص أوكي. طب أنا بشكرك جدا أستاذة مريان. بشكرك أستاذة مريان. هو طبعا حضرتك في نسبة كبيرة بنسمع منهم الكلام ده، بعد الإبرة اللي هي إبرة الإبيديورال حصل في ألم. طبعا إبرة الإبيديورال دي بتتعمل دلوقتي روتينية جدا. تمام. وكل الناس بتعملها لأنها بتبقى الولادة بدون ألم. في مشاكل الحمد لله قليلة جدا 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 بنشوفها من إبرة الإبيديورال، وممكن تحصل في أي مكان في الدنيا حتى مننا احنا كجراحين ما بنديها. يعني بالنسبة لمريان ممكن يكون فعلا الإبيديورال هي السبب؟ يعني لا مش لازم طبعا. لا هي بتقول أنا ما كنتش بحس بالألم دي في فترة الحمل لكن حسيت بعد الولادة. مشاكل إبرة الإبيديورال لو كانت هي السبب الأساسي دي بتختفي في خلال اسبوع لشهر بالكثير بعد الولاده، لكن مش 11 شهر. لكن مش 11 شهر، لو 11 شهر دي ابره الابيديورال بريئه منها تماما يعني. لان لو في حاجه حصلت من ابره الابيديورال كانت هتظهر وكانت هتختفي زي ما قلت لحضرتك بعد شهر. طب ايه اللي ممكن يكون سبب؟ طبعا هو ده التاكل اللي احنا قلنا عليه، ممكن تكون في بدايه وهي طبعا بعدها مثلا من الوزن ما نزلش واسباب تاني معينه، فيفضل لو الالم استمر كمان كذا شهر تاني. هي طبعا دلوقتي اكيد بتشيل البيبي باستمرار وكل شويه البيبي طبعا بيزيد في الوزن وكده، فدي لو استمر الوضع ده كده لازم تستشير الطبيب طبعا في حاجه زي كده عشان الاشعاعات والحاجات. طب نصايح سريعه جدا لاني وقتي انتهى للسيده الحامل، ازاي تتجنب الام الظهر؟ لازم اهم حاجه المشي، وتحت بعد استئذان طبعا دكتور النساء الخاص بيها. الاكسرسايز بتتعلمها، بتدخل على الانترنت وتشوف ايه الاكسرسايز اللي تقدر تتعلمها. جزء لو امكن طبعا لكن مش ممكن في كل حتة السباحه اللي بنقول عليها. الشيل التقيل ممنوع، وحتى لو شالت حاجه تقسم على الايدين الاثنين، ولو نامت يفضل انها تنام على جنب لو في الم، ما تنامش فتره طويله على الظهر وتحمل على الظهر فترة طويلة. دكتور جوزيف أنا بشكر حضرتك جدا، وبشكرك طبعا لأن كل مرة بتستجيب لدعائنا أو دعوتنا لحضرتك. شكرا جزيلا ليك. شكرا. مشاهدينا بشكركم في نهاية فقرتي، وحالا بعد الفاصل هترجع لكم سالي وصاحبة مشروع وعزو، خليكم معنا بعد الفاصل. ولدت سهير القلماوي في طنطا ودرست في المدرسة الأمريكية للبنات هناك، وفي عام 1929 كان أمراً غريباً وجود فتاة واحدة بين 14 رجلاً يدرسون في كلية الآداب في جامعة فؤاد الأول، ولكن سهير لم تهتم وتفوقت على جميع زملائها في كل سنوات الدراسة لتصبح من أوائل المصريات التي تخرجنا من الجامعة وحصلنا على درجة الماجستير، وكانت هي أول من حصلت منهن على الدكتوراه التي كان موضوع البحث فيها عن رواية ألف ليلة وليلة. وفي عام 1956 أصبحت سهير القلماوي أستاذاً للأدب العربي المعاصر، ثم رئيسة لقسم اللغة العربية بكلية الآداب في الجامعة العريقة ولمدة 9 سنوات، لتبدأ بعد ذلك مسيرة طويلة في عالم الكتابة والصحافة. انضمت القلماوي للبرلمان المصري سنة 1967 وشاركت في تأسيس معرض الكتاب، فقد أرادت أن تكون أعمال الأدب العالمي متاحة أمام جميع المصريين، وكانت هي أيضاً من قدمت الأدب المصري المعاصر كفرع من فروع الدراسة بكلية الآداب التي سيطر عليها ولا يزال الأدب العربي الكلاسيكي. ولدت سميرة في الغربية والتحقت بمدرسة بنات الأشراف الثانوية التي أسستها نبوية موسى، واستطاعت سميرة أن تحتل المركز الأول على القطر المصري في امتحان البكالوريا سنة 1935،
تخرجت سميرة موسى بتفوق مع مرتبة الشرف من كلية العلوم جامعة فؤاد الأول، فأصبحت أول امرأة تحاضر في الجامعة. ثم حصلت سميرة على درجة الماجستير وسافرت لإنجلترا، حيث حصلت على درجة الدكتوراه في الإشعاع الذري. آمنت سميرة موسى بالاستخدام السلمي للطاقة الذرية وقالت: أتمنى أن يصبح استخدام الطاقة الذرية في علاج السرطان في متناول الجميع كقرص الأسبرين. كان صراع والدتها مع مرض السرطان الدافع الرئيسي وراء اتجاه سميرة موسى إلى دراسة العلوم بهدف التوصل لاستخدامات نافعة للطاقة النووية، خاصة في مجال الطب، لتصبح سميرة موسى أول عالمة ذرة. بنرحب بيكم مرة تانية بعد الفاصل. قلت في بداية الحلقة النهاردة أننا هنتكلم عن فقرة أعمال فنية أو مشروع عملته ضيفتنا اللي موجودة معنا النهاردة ومشرفانا. المشروع ده هو مشروع من الأعمال أو مشروع صغير يعتبر من الأعمال الفنية اللي هتعرفنا حاجات كتير وتفهم ولادنا حاجات أكتر وتخلي الموضوع يركز بالهم أكتر. المشروع ده زي ما قلت في المقدمة اسمه وازو. معنى الكلمة إيه؟ بيتكلم عن إيه؟ المشروع عبارة عن إيه أصلا؟ نطبقه إزاي؟ ده اللي هنعرفه النهاردة من ضيفتنا أستاذة سيمون زكريا، مصممة أعمال فنية. اهلا بيكي، شرفنا ومنورانا. ميرسي قوي استاذه سيمون. بدايه كده عايزين نعرف معنى الاسم هو ايه وازو ده، وبعدين نتكلم بقى على الحاجات اللي معانا. تمام. وازو هي معناه فكره باللغه سواحلي اللي هي اللغه الافريقيه الشرقيه، زي كينيا وتنزانيا والحاجات دي والبلاد دي. ليه اخترتوا الاسم ده بالذات يا سيمون؟ هو احنا كنا بندور على معنى تاني لفكره بلغات مختلفه يعني، بس وجت لنا بقى جت لنا الفكره. طب اشرح لنا بقى بتعملوا فيها ايه؟ انتوا مسؤولين عن ايه؟ المشروع بتاعكم الصغير ده عباره عن ايه؟ فدتوا الناس اللي حواليكوا بايه؟ يعني نتكلم بقى عن كل تفصيله صغيره في المشروع. تمام. هو بدايه المشروع اني انا اصلا كنت مدرسه رسم، وشريكتي اللي هي زميلتي كانت معايا من الكنيسه اسمها مارينا، كانت برضو مصممه جرافيك في شركة، وبعد ما اتجوزنا يعني كان صعب ان احنا نرجع اشغلنا تاني، ففكرنا بقى نعمل مشروع شغل هاند ميد للحاجات اللي احنا بنحبها نقدر نفيد بيها الناس. بس وابتدت بقى وازو، يعني ابتدينا نعمل حاجات جيست بوكس واعياد ميلاد، حفلات اعياد الميلاد، ديكورات. وكانت اول فكرة يعني ان احنا عملنا لاطفالنا الديكورات بتاعت السبوع وديكورات والحاجات. اول فكرة اول كتاب كنا عاملينه برضو لاطفالنا، بس ف يعني كانت حاجة ان احنا نقدر نشتغل من البيت ونفيد بيها الناس ونفرح بيها الناس اللي حوالينا يعني. ايوه، بس عشان تبقوا شغالين من البيت برضو يا سيمون وتبقوا بتطلعوا الحاجات بالكفاءة المطلوبة بيها، كانت اكيد محتاجة منكم شوية حاجات كده تتعلموها، تعملوا سيرش، تعرفوا الحاجات بتتعمل ازاي. اخدتوا مثلا تدريب في اي مكان؟ يعني الافكار عشان تطلعوا، يعني انا شفت انتوا عندكم صفحه على الفيسبوك اسمها وازو، انا اتفرجت على الحاجات بتاعتكم. انتوا فعلا عاملين حاجات بروفيشنال قوي وشكلها يجنن، والحاجات شكلها فعلا مناسبه جدا للاطفال، مناسبه للافراح، مناسبه لاعياد الميلاد. فعشان توصلوها للمرحله دي عملتوا ايه؟ هو كان يعني احنا اساسا دي دراستنا، فدي طبعا دعمتنا جامد جدا، زائد ان احنا على طول يعني دايما نعمل سيرش على النت وعلى اليوتيوب بافكار جديده، باشكال جديده، بابتكارات، حاجات يعني حاجات مبتكره جديده، فهو ده اللي بينمي اكتر وبيجدد صفحتنا دايما في الافكار. طب يلا، عشان انا عارفه بقى انك عندك افكار كتير جدا، وده اللي انا شفته فعلا على الصفحه بتاعتكم على الفيسبوك، فقول لنا كده النهارده قبل ما الوقت ياخدنا، الفكره اللي معاكي النهارده عباره عن ايه؟ النهارده اكسكلوزيف، احنا عاملين ده يعني مخصوص لسي تي في، هو كتاب مقدس بالانشطه التفاعليه.
تمام. يعني ايه انشطه تفاعليه؟ الانشطه التفاعليه هو منهج يعني بيدرس في حضانات كتير وفي مدارس، منهج منتسوري. المنهج ده منهج لو حضرتك تعرفيه، اسمها ماريا منتسوري عملت المنهج. احنا خدنا منها شويه حاجات اللي هي الانشطه التفاعليه دي، اني بنحكي قصه والاطفال بتتفاعل معانا، ان هي بتركب بتفك بتعمل حاجه بتفك زرار، يعني الاشتراك مع الاطفال. بالظبط، يعني الولاد هم اللي بيشتركوا اكتر. بالزبط. وده المعروف طبعا فعلا زي ما قلتي، حضانات ومدارس كتير، فبالتالي المعلومه اللي انت حابه توصليها للطفل يعملها بايديه، فبتوصل له اسرع وبتفضل ثابته معاه طول الوقت. بالظبط. طيب ورينا بقى الكتاب. الكتاب المقدس اول حاجه ايام الخليقه، اللي هي لا ممكن نرفعه بقى كده قدام الكاميرا. تمام. النور والظلمه، تمام، والميه والسحب والاشجار والنباتات والشمس والقمر، وهنا الاسماك والبحار، وآدم وحواء والحيوانات، وآخر يوم اللي هو الاستراحة الراحة. هما المفروض دي كلها بتتفك وتتركب. انتوا عاملينها بسكوتش. هما المفروض ان تتشال خالص وهم يلعبوا بيها كده. طيب نيجي هنا لآدم وحواء. والحية حلوة جدا اصلا. ولما وقفيها بس بعد اذنك يا سيمون. اكلت التفاحه والحقيقه اغرتها، ابتدوا ايه يلبسوا ملابس، فبداتوا تحكوا القصه بالانشطه التفاعليه دي بالصور. بالظبط، علشان تركز دماغهم كمان. يعني فكره انك مستخدمه الوان، الالوان بتشد الاطفال. بالزبط. جدا دي فرقه طبعا كتير. بالزبط. جدا. نيجي لنوح. هي الصفحه اللي انت بتقلبيها دي معموله من ايه اصلا؟ قماش جوخ. قماش، يعني الكتاب كله عباره عن قماش بحيث ان هو يقدر يتنظف بسهوله، ممكن يتغسل، ممكن يتنظف، وما يبقاش، يبقى برضو سيف على الاطفال. وكل حاجه من اللي انت حطاها جوه بتتشال. تمام. نوح والفلك. هنا الحيوانات نوقفها تاني قدام الكتاب. بتتحرك، بنحكي بيها قصه. الحيوانات اللي هي الفينجر توي، من كل حيوان اتنين. لان الفلك دخل فيه، فاهميهم وتوصليهم. دخل في الفلك كل حيوان. ده الفلك احنا بندخل فيه كل الحيوانات، كل الحيوانات. اجواز، لان نوح لما جمع اتنين. نيجي على موسى. تمام. موسى وهو صغير. ده لما كان محطوط في الباسكت. في الباسكت. أيوة. والمفروض الاطفال هم اللي بيخيطوا، اللي هم بيدخلوها في بيدخلوها في طب وانت بتحكي لنا كده الافكار دي، يعني معموله اولا لسن كام تقريبا علشان توصل لهم، او انت كنت عايزه طفل من سن كام تفهميه كل معلومة موجودة جوه الكتاب؟ هو الكتاب ده شوية، احنا عندنا كتب أنشطة تانية بتبدأ من 6 شهور، بس الكتاب ده عشان فيه شوية شغل كتير شوية. 6 شهور؟ 6 شهور. الألوان والحاجات اللي بتعمل صوت، والحاجات اللي أكتر، الألوان الأساسية هي أكتر حاجة بتشد الأطفال، والحاجات اللي فيها حركة برضو دي بتفيدهم. بس الكتاب ده أكبر شوية من أول سنة ونص فيما فوق يعني. بس سنة ونص هيعرف يفهم الأفكار اللي موجودة جوه الكتاب. تمام، لأنه بنحس إنه سنة ونص ده سيمون لسه صغير، مش فاهم أي حاجة خالص. ما بقول حضرتك من أول 6 شهور بيبقى فاهم، بيبقى مدرك، ومدرك حاجات معينة. يعني الحيوانات، أشكال الحيوانات دي من أول 6 شهور بيعرف أشكال الحيوانات. بيسمع الأصوات دي برضو يعني متاح. دي الوصايا 10. المفروض إن البيبي هو اللي يعد، يتعلم منها، يتعلم أكاديمي الأرقام. ومنها إن الأم بقى تحكي له إيه الوصية الأولى وإيه الوصية الثانية. حلو قوي. نيجي لداود ونلعب مع الاطفال. الفكره هي فكره اكتر شوي.
هي فكرة أكتر أن الأم تشترك مع الأطفال في أن هي تلعبهم يستمتعوا بالوقت مع بعض. فكرة تاني برضو أني إني إني نبعد شوية عن التكنولوجيا. هو اللي أنت ماسكاها دي المفروض أنها هي النبلة دي النبلة بتاع داود كده؟ حلو جدا. بس برضو ارجع اقولك انه عشان توصلي الافكار يمكن انت عشان كمان دراستك الجامعة فاكيد اثرت معاك كتير. لكن انا مثلا كأم عايزة اعمل حاجة زي كده، هل سهل عليا في البيت اني مش بتكلم في التنفيذ، بتكلم في اني اعرف اعلم ولادي بطرق مختلفة، استخدم حاجة زي المنسوري دي كده عشان بسهولة؟ بسهولة جدا. في طرق دلوقتي على الفيديو على اليوتيوب بيجيبوا حاجات ماتريال متواجدة عندنا في البيت، يعني مثلا غطيان الأزايز ممكن نكتب عليها الأرقام ونعلمهم الأرقام، حاجات يعني حاجات بسيطة من الريسايكلينج اللي عندنا متواجدة عندنا في البيت أقدر أعيد استخدامها تانية لحاجة أنا ممكن أفيد بيها أعلم بيها أولادي كويس. أنت شايفة المعنى على الهوا ده إيه ده؟ ده الفيديو بتاعنا. ده عبارة عن ايه كده اشرحي لنا؟ ده برضو فيديو من الحاجات اللي احنا عملناها. تمام. ده فيديو كان برضو من 6 شهور، ده اللي انا بقول لحضرتك عليه، ده من سنة 6 شهور. تمام. بيعلمني ازاي الالوان وال ازاي اوفق بين نفس الالوان، يعني مثلا هنا الشراب نفس لون الشراب اقدر اجيب المتشابهات والمختلفات. انا شايفه شكل غساله وشكل غسيل وحاجات. يعني عايزه توصلي ايه من الفكره نفسها؟ ان هم يلعبوا بالعاب شايفين حاجات في البيت متواجده ماما بتعملها، فاحنا نقدر نعمل زيها بس على يعني على صغير شويه. تمام. اوكي جميل. طب نكمل الكتاب اللي معانا. معانا يوسف. ده يوسف. واحنا برضو بنستخدم كذا حاجة، يعني مثلا هنا الكباسين غير السكوتش، هنا السكوتش بحيث ان هما يقدروا ينموا المهارات بتاعت ايديهم. مش بس يعني احنا بنستخدم مهارة الايد، حاسة اللمس وحاسة العين. طيب قولي لي انت عندك ولاد اكيد مش كده؟ طيب اشتغلوا معاكي في الحاجات دي، شاركوكي لو عملوا كده، انت حسيتي فرقت معاهم في ايه؟ يعني الولد او البنت هم صغيرين لما بيشتغلوا مع ماما في حاجه زي كده مثلا، انت كده احكي لنا عن تجربتك انت الشخصيه علشان كل واحده فينا بتتفرج دلوقتي تعرف ولادها هيختلفوا في تفكيرهم وعقلهم هيكبر مثلا قبل سنهم نتيجه شغل ايديهم طول الوقت. طبعا طبعا. ولا الموضوع بيبقى ايه الفارق يعني؟ طبعا. انا بنتي 2.5 سنين بترا، ومارينا برضو معاها راشي 2.5 سنين برضو. البنتين رغم ان هم صغيرين في السن بس بيركزوا قوي في الحاجات اللي احنا بنعملها، ودايما بيجيبوا يعني مثلا بتجيب لي القماش وتقول لي ده يلو، ده بينك، ده يعني بتعرف الالوان، عارفه الالوان. مثلا لما بتبقى قاعده انا برسم او بعمل اي حاجه هي بتبقى واخده فرشه وتقعد يعني جنبي وتقعد تقلدني انا بعمل ايه او كده. يعني حسيتي انت كأم بتحسي انه مهارات ابنك او بنتك بتختلف؟ طبعا طبعا. فايديهم بتعرف تمسك احسن مثلا، بيعرفوا عينيهم تركز بالزبط. افضل بيعرفوا يفرقوا ما بين الالوان، لانه بتيجي شكوى كتير جدا يسمون في المدارس انه الولاد اولا مش عارفين يفرقوا في الالوان، الولاد ما بيعرفوش يمسكوا الفرشه او ما بيعرفوش يمسكوا قلم، الولاد ما بيعرفوش اصلا يلونوا. فبنلاقي انه في مشاكل ممكن نتغاض او ممكن نعدي بالمشاكل دي لو ولادنا بيعرفوا يعملوا معانا حاجه. طبعا طبعا. هي بتاثر عليهم قوي في حتى نفسيا. ان هم بيبقوا مبسوطين وهم بيعملوا حاجه، يعني تقولي مامي بصي انا عملت ايه، يعني انا ببقى مبسوطه جدا وهي بتعمل حاجه من اللي انا بعملها.
هي مثلا يعني قبل ما نطلع على الحلقه هي كانت مبسوطه قوي وهي بتتفرج على الكتاب. فده حاجه طبعا بسطاني يعني. وده طبعا بالنسبه لهم احسن من الكتب الجاهزه في المكتبات اللي هي أكيد. حتى لو الوان وبرده وقصه مكتوبه جوه الكتاب وصور وحاجات بتتحرك، بس انا شايفه انه ده برده افضل كتير. الملمس كمان بيفرق معاهم يعني. ملمسهم للحاجه وان هم يشوفوا شخصيه ويلعبوا بيها ويقعدوا يتكلموا عنها او يتكلموا ويحكوا الحكايه بيها، فدي بتفرق خالص يعني. طبعا ده ينام في بطن الحوت. طبعا بس يعني برضو يعني انا كأم بصي يعني مش هقول لك ان انا مثلا في امهات كتير ما عندهمش وقت او انه مشغولين او كده، لكن الموضوع واخد وقت واخد مجهود مش كده كتير مكلف كمان يعني فاهماني. فاحنا يعني من خلال وجودك معانا كده بما انك بتعرفي تستخدمي الماتيريال اللي عندك في القليل وفي الكبير، فانت ممكن تقول لنا كده شويه افكار ممكن نعمل بيها حاجه شبه كده. طبعا مش هتبقى بنفس الجوده دي، لكن نعرف نعمل ايه مثلا مع اولادنا بالماتيريال الموجوده عندنا، لانه في ناس ما تعرفش تجيب ماتيريال غاليه، ما عندهاش وقت طويل تفضل تعمل. انا شايفه انه انت بذله مجهود كبير جدا في حاجه زي كده يعني. بصي هو ممكن ماتيريال من المتاحه عندنا يعني، مثلا لو حاجه زي كده لو بالفوم ممكن تتعمل، بس هي طبعا مش هتعيش زي القماش. بس ممكن لو متاح عندنا قصائص فوم، متاح عندنا مثلا قماش جينز مثلا من هدوم قديمه او من حاجه موجوده عندنا، متاح عندنا مثلا ان يبقى موجود ستانات موجوده في اي حاجه مستخدمه قبل كده ممكن باخدها. والعيون دي برضو بتبقى بسيطه قوي، ممكن انا اعمل عين يعني حتى لو الموضوع مش متاح، بشويه الكفر بتاع البرشام ممكن احط فيه حاجه سودة الونه اسود جوه. أيوة وتبقى هي العين بتاعه. فكره حلوه فعلا. طيب نخلص يعني نكمل بقيه الكتاب لانه لازم نختم. دانيال اخر واحد نرفعه برضو شويه عشان الناس تشوفه، والملاك لما انزله. ده حلو جدا. حلو قوي. انتوا معانا اخر حاجه. استير دي المفروض اني لو بنت بتضفر بقى اللي هي شعرها بنفك الشعر خالص، بتدوسته جدا اصلا موضوع. بالظبط. جميل. طيب انتوا ختاما كده قبل ما نختم سريعا، عملتوا كتب تانية حاجه شبه كده ولا دي اول فكره تعملوا فيها كتاب مقدس قصص وكل حاجه؟ الكتاب المقدس دي اول حاجه، لكن الافكار التانية احنا عملنا كذا كتاب وهو موجود مع ناس كتير من العمل بتاعنا. انا يعني مبسوطه جدا انك موجوده كنت معايا النهارده. ميرسي قوي، واتبسطت بالافكار جدا. ميرسي خالص. حقيقي انه الاطفال فعلا اللي هيعملوا حاجه زي كده هيبقوا فعلا، انا بحس انه هيبقى طفل مختلف تماما، تفكيره مختلف. وبشكرك انت وشريكتك هايلين. انا شفت الحاجات بتاعتكم، الصفحه بتاعتكم اسمها وازو عشان بس الناس لو حابه تدخل تشوف الشغل بتاعكم. فبشكرك شكر جزيل استاذه سيمون زكريا مصممه اعمال فنيه، ولازم هيكون لنا لقاء تاني نتكلم بقى في باقي الاعمال الفنيه. ميرسي قوي. ميرسي ليكي. مشاهدينا كنا معاكم النهارده في حلقه من يجدها لمده ساعه على الهواء، اتكلمنا على تاثير الحمل على العمود الفقري. كمان كانت معانا دلوقتي فقره فنيه مع استاذه سيمون، اتكلمنا في انه الحاجات اللي الاطفال بيستخدموا فيها ايديهم طول الوقت بتفرق معاهم كتير جدا، وبيحس انهم عملوا حاجه مختلفه، هم كمان مخهم وعقلهم بيكبر بسرعه جدا. ان شاء الله نقابلكم يوم الاثنين الجاي قبل المعدة بساعة. ما تنسوش انه اعادة الحلقات بتاعت من يجدها بتبقى يوم الخميس والجمعة الساعة 2. كمان شوفوا الحلقات على الصفحة الخاصة بالبرنامج على الفيسبوك، صفحتنا طبعا اسمها من يجدها. وشكرا لمتابعتكم، نقابلكم يوم الاثنين الجاي ان شاء الله.